السلام عليكم الزلف الاول. دونك شوفوا شحال رانا نمشوا، شوفوا 45 كيلومتر في الساعة، شفتوا ولا لا؟ دونك لو 12 ديسمبر راهي 10/10، على بالو بلي عندنا موعد مع الوزير الاول السابق سي بد بيتور، قالوا بلي عندنا موعد 11. شوفوا واش راهم يمشوا لا بوليس، عندهم تعليمات، رانا في رانا حد خميس مليانة، رانا بقات لا بالك واحد ساعتين ما نوصلوا الجي. شوفوا راهم يمشوا 45 كيلومتر على الوغ، عندنا موعد 11. شوفوا واش راهي، شوفوا واش راهي، راهي 10 غير 10. اي فوالا فو بوغي بيان، اون لي 45 كيلومتر على الوغ، عندهم تعليمات يعني بل ما نوصلوش. فوالا سي كاتاستروفيك، فوالا كاتاستروفيك. هذه بافيا تاع 40 سراق، شوفوا العقلية تاعهم، عندهم عقلية تاع ذري صغير تاع 6 سنين، إيزو لو كومبورتمون دان أنفون دو 6 أن، كارثة. شوفوا بعينيكم، شوفوا، فوالا رانا حد خبيس مليانة ولات هاي الدفلة، راكم تشوفوا لا بوليس قدامكم، سي لامونتابل لامونتابل. فوالا شوفوا لا بوليس اسكورتي دوفون اي دايير، كارثة والله لا كارثة. راكم تشوفوا. Donc voilà, on roule à 45 km/h à l'heure sur l'autoroute Est-Ouest en direction d'Alger. Il est 10h10, nous avons rendez-vous avec l'ancien Premier ministre Monsieur Ben Bitoula à 11h à Alger. Il nous faut normalement 2h à Oslo. Là, on va mettre 4h pour arriver. C'est catastrophique. La police reçoit des ordres de cette mafia des 40 voleurs. On a l'impression que cette mafia a 6 ans d'âge. Elle se comporte comme un gamin de 6 ans. C'est lamentable. Voilà, comme tu vois, bien, d'accord.